قمر الطائي تكشف عنها موابس إسماعيل تعطي فرصة أخرى لعلاقتها بأنس. شاهد المزيد من التفاصيل. بداية مع قمر الطائي التي صرحت بالأمس أنها تكره 3 أشخاص في حياتها، وتناقلت عدة صفحات أن قمر كانت تقصد نورمار السلاوي برهوم معراوي الذين جمعتها معهم خلافات في الفترة الماضية. رأيكم أنتم بخصوص هذا الخبر؟ هل تتوقعون أنهم هم المقصودين بكلام قمر الطائي؟ أما بخصوص بيتن إسماعيل فهي لحد الآن لم تقم بنزع القلادة التي أهداها لها أنس الشايب وما زالت تحتفظ بها، فضلت بيسان أن تخفيها تحت ملابسها بدل أن تنزعها من رقبتها، وهذا يعطي أمل لمتابعيها بأن هناك فرصة لأن تعود لأنس الشايب. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أنت شوقري أنا بطلت بوري مبيرة مش كمبورو مساكن شراتن ترتن 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 ترتن